بعد كل اللي اتقال دهوت مفيش حاجات كتيرة تتقال يعني، بس فكرت في فيلم شفته قريب، مخرج تونسي اسمه فاضل جزيرة، اسمه الحضرة. الحضرة على فعملت مقارنة يمكن بين التلقائية والصورة اللي صورتها في التصويرة للمولد لمصر من خلال المولد، مصر في الحتة دي مع الناس مع بعضها، والصورة لمولد من نوع آخر، منظمة منسقة فيها الترتيل، فيها جمال بصري منظم، بس ما فيهاش نفس الروح اللي انت قدرت توصلها لكل الناس قالت عليها انه بتحس بمصر، كل مصر اتغيرت كتير بس مصر مستمرة من خلال المولد ده، مستمر على مدى مئات السنين آلاف السنين دلوقتي. فنقلتها بصورة صادقة يعني بإمكانيات، حسيت إنها طبعا أكيد مش إمكانيات كبيرة فمن ناحية السينمائية، مش عارفة إيه دي كلام تاني، بس الفيلم بيوصل لأي واحد بيحس، بتوصل له مشاعر، بيحس باللي أنت عاوز توصله، بيحس بالحدث اللي هو بيشارك. أنت صورت في أكيد معرفش كم وقت، هو وقت الاحتفال ده كله من أذان العصر لحد أذان المغرب، ده الوقت الحقيقي له، وكله لا يتجاوز ساعة. وانت كام كاميرا وكام شخص بيصور معاك؟ انت لوحدك؟ ما انا ما حيتيش حد تاني. في الحالة دي بنحييك تحية جريمة يعني. لا برافو عليك وجميل جدا. الله يبارك فيك. شكرا.